السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم، واتمنى تكونون بألف خير اخواني واصدقائي. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية العراقية. اتمنى ان تكونون بخير وصحة وعافية، وشكرا لتعليقاتكم، وشكرا لمتابعتكم، وشكرا والف شكر لاشتراككم في قناتي. واحبكم انا طبعا، لانه يا اخي هي اللي يتعلم موسيقى ويتعلم عود تحس دائما إحساس مرهف. اليوم احنا عندنا مقام جديد، مقام هو مقام الأوشار، طبعا فرع من مقام السيقا، وراح نلاحظه أمامكم بالورقة قدامكم. نحلل طبعا، هو ياخذ سي بيمول وياخذ ميكار بيمول بالنزول ايضا. تلاحظوا امامكم طبعا الجنس الاول سيجا على درجة السيجا اللي هي ميكار بيمون، و جنس بيات على درجة المحير، وايضا ياخذ جنس رست على درجة الكردان، وجنس سيجا ثلاثي على درجة السيجا. وامامكم دائما سلم مقام الاوشار اللي هو ميكار بيمول، عرفناه بالاول اصبع الاول وفا اصبع ثالث وصول مطلق، ولا امامكم اصبع ثاني سي بيمول اصبع الثالث على صول جواب، وري ري اصبع ثاني، ومي امامكم الاصبع الثالث يعني دو مطلق، ثم الري على الدو اصبع ثاني، ثم اصبع ثالث اللي هو ميكار بيمول ونزول، لان ما عندك اختلاف بالنزول. اذا هو ياخذ سي بيمول ميكار بيمول. الان امامكم بالعود ايضا نروح على الري، هذا الري، ونباوع بمرايه اذا ما نقدر، المرايه هي مهمه. هذا الري، ري، واللي ما يقدر يعزف بالريشه بدايه يقدر يعزف بالعود بصابعه، يعني يقدر يسوي، هو ياخذ عندك سي بيمول، ياخذ عندك سي بيمول ميكار بيمول، يعني هذا هو الري. لاحظ امامك ميكار، مباشره نضغط بس ميكار، ما نبدي من الري، بس انا قصدي انه هو على الري. اذا ميكار بيمول فا صول لا سي دو ري مي. إذن عندك ميكار بيمول اصبع اول، فا اصبع ثالث، صول طبيعي، لا طبيعي اصبع ثاني، سي بيمول اصبع ثالث، دو مطلق، ايضا ري ناخذ الاصبع الاول. هاي الطريقه الثانيه، هي الطريقه الاولى عزفت لكم اياها، الميكار بيمول تاخذ اصبع ثاني. واضح، هاي ميحانه وموجوده، هي والنوطه مالتها موجوده في الفيديوهات السابقه اللي عندي في البدايه. اذا ممكن بدون انه نتعبكم، موجوده بالاعمال الموسيقيه اللي تلاحظون بالفيديوهات موجوده.
اتمنى طبعا انه تذهبون على صندوق الوصف وتلقون الاغاني اللي هي خاصه لهذا المقام، وانا اعطيتكم واحده من عندها انه ميحانه من مقام الاوشار اللي هو فرع من مقام السيقان، ميحانه ميحانه للفنان الكبير ناظم الغزالي. تحياتي لكم، واتمنى انه استفاديتوا من هذا الدرس، ومع السلامه، ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك. مع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.